معنا من واشنطن مراسلنا أنس صبار. أنس مرحبا بك، كيف تبدو التحركات الأمريكية لمواجهة الهجمات الروسية داخل البنية التحتية لتصدير الحبوب؟ واشنطن تسير وفق مسارين منذ بداية هذه الحرب، وتعتقد بأن الأول هو تعزيز دفاعات أوكرانيا جوا وأرضا وحماية البنية التحتية الأوكرانية، ولأجل هذا أنفقت الملايين وبررت أيضا لنفسها ولحلفائها إرسال دفاعات أرض جو في أكثر من مناسبة، وبدأت تدريبا بالتعاون مع حلفائها على مقاتلات F-16، وهذا السياق سيظل مستمرا وفقا للمسؤولين الأمريكيين إلى أن تستعيد أوكرانيا كاملة أراضيها. السياق الآخر يتعلق بما يقوله المتحدثون سواء باسم البيت الأبيض أو الخارجية أو وزارة الدفاع بأن أوكرانيا هي التي تقف وراء أزمة الحبوب، وهي التي عطلت الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وشاركت فيه تركيا، وتوقف تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وبالتالي هي تحاول أن تقنع تلك الدول المترددة التي تعتقد بأن لأوكرانيا أو الولايات المتحدة وحلفائها دور في توقف تصدير الحبوب. المتضررة الأكبر هي دول من العالم الثالث، وتعتقد الولايات المتحدة بأنها تخوض صراعا مع روسيا ومع غيرها من الدول على النفوذ في هذه الدول، وهي تريد من خلال تصريحات وزارة الخارجية اليوم أن تقول إن روسيا مرة أخرى هي السبب وراء الأزمة التي يشهدها قطاع الحبوب وأزمة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. إذن هذان السياقان هما اللذان تعتمدهما واشنطن على الأقل حتى الآن. خيارات أخرى كانت قد طرحت في وقت سابق وإن كان عبر وسائل الإعلام فقط، لم يعلن عنها مسؤولون أمريكيون، تتعلق بمساعدات أمريكية لأوكرانيا لتصدير حبوبها دون إذن من روسيا، وهذا أمر يبدو أن أوكرانيا قد أخذت خطوة فيه إلى الأمام بعد أن حاولت أو تحاول على الأقل حتى الآن تصدير بعض الشحنات دون التوافق مع روسيا بشأن هذا الأمر. تقول الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة إن روسيا هي التي ترتهن هذه الأزمة، وتحاول قدر الإمكان الضغط على دول أخرى وعلى الولايات المتحدة وعلى أوكرانيا أيضا الذي اقتصادها بالفعل قد تهاوى وتدهور بسبب هذه الحرب، وسيزيد تدهورا في حال منعت من تصدير حبوبها التي تعد جزءا مهما من دخلها القومي الإجمالي. وبالتالي فإن موسكو وتحركاتها في هذا السياق تواجه عادة بهاتين الأداتين، الأولى على الأرض بتعزيز دعم أوكرانيا، والأخرى من خلال وسائل الإعلام ومن خلال الرسالة التي تطلقها لدول العالم. مراسلنا أنس صبار من واشنطن، شكرا لك.